ومن العلامات الصغرى للساعة أن يتمنى الموت من شدة البلاء ومن شدة الفتن، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر يقول يا ليتني مكانه. عند مسلم قال: ما به إلا البلاء. سبحان الله، يمكن يتمنى الإنسان الموت، لكن إذا تمنى وقرب من القبر ورأى حال القبر ربما يتراجع، لكن هذا من شدة العناء يرى القبر أمامه، بل يأتي إلى القبر ويتمرغ عنده ويقول يا ليتني مكانه، وليس به إلا البلاء. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي على الناس زمان لو وجد أحدكم الموت يباع اشترى. ولذا في حديث حذيفة رضي الله عنه كما عند الطبراني: يأتي على الناس زمان يتمنون الدجال. الدجال فتنة عظيمة، ومع ذلك يتمنون الدجال. يأتي على الناس زمان يتمنون الدجال. قيل: يا رسول الله مما ذاك؟ قال: من العناء والعناء.